جديدة من برنامج كلام في السياسة. ضيف حلقة الليلة هو الأستاذ داود والأحمد عيشة رئيس حزب نداء الوطن. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا أستاذ داود. أخيرا بدأ الحوار، كيف وما الذي شاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مباشرة يعني، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. هذا السؤال ما نقدر نباشر فيه مباشرة، لأن الحوار أو التشاور بدأ، الناس كانت تتحاني كاملة، لكن كيف بدأ وكيف ما بدأ هو مازال تشاور، وفي بعض من الأمور قد تعود مازالة سرية. من ناحية الشكل كيف بدأ؟ من ناحية الشكل كان الحوار أكثر من جيد بالنسبة لي، التشاور كان أكثر من جيد، لأن في ملاحظات أولا أنا شاك عنها أول مرة، جميع الناس اللي اندعت حضرت إلا شخص واحد كان مسافر خارج البلد، وكان مولي أعطى إشارة أنه كان يبقى يحضر، كان ما بعث حد، ما يقدر يبعث حد رئيس مرشح رئاسي، لا لا لا، سيد محمد أبو بكر كان خارج البلد ما حضر، هو وحده اللي ما حضر، جميع الناس الثانية حضرت، والله أرسلت الأحزاب أرسلت واحدين، والمرشح اللي ما كان حاضر ماشي، جميع الناس حضرت. هاي كانت ملاحظة. في القضية الثانية كان جميع الناس مولي مجابرة متكايسة تبادل المجاملات، كانت تقول عنها الناس كاملة راقبة في هذا اللي مبارك معه، كانت فهم هدوء أنا ما قد شفته في مدة جاية الشهر، ما لا يوجد تشنج لا يوجد شيء، الناس حضرت كاملة وكانت تتناقش بكل ودية وكل احترام. ما الذي نوقش هذا؟ نوقشت الطريقة اللي هو عدل بها الحوار، لمدة لا تتحاور لابد تعود عندها مسطرة رسم خارطة، رسم خارطة تناقشوا على الطريقة اللي عدلوا بها، ولا كان هم اللي فيه خلاف، طريقة كان كل شيء ودي، كانت طريقة اللي لا تشكل بها اللجنة كانت بطريقة ودية، وتوافقوا لجنة لا تعدل خريطة هذا، لجنة فنية هي لا تعدل خريطة هذا، توافقوا أنها تعد مناصفة بين المعارضة والمولات، حتى في العدد ما عندهم مشكلة، إذا كان هم عدد حالي لحد مشكلة والله كان ما في مشكلة، كان ودي بدرجة ما هي معتادة، كان ودي، كان واضح عن الناس عنها تبقي تتحاور تبقي تقدم شيء، وكانت الصورة جيدة جدا اللي فات بعد تقدم. طب يعني هل ذكر المواطن الموريتاني في رسم خريطة طريق للحوار؟ هي ما فاتت تذكر قاع فيها الشيء المواطن والله الأجنبي، هي الطريقة اللي تعدل بها الخريطة اللي ينكر فيها المواطن، لاهي كل مدة ترسل أرواقيش على مستوى معين يقدوا يطرحوا خطوط العريضة اللي يشاور عليه، لأنك ما تقدر تعدل تشاور مفتوح بداية ماشي لين يوم الآخر، أنت لابد تطرح قضايا الكبرى اللي متوافقة الناس عنها يتناقش، هذا يحتاج مدة تعرف ذا اللي يطرح، تعدل له سقف زمني وتعدل له حدود قصوى وحدود دنيا، هذه هي اللجنة اللي مبارك معها كل حد لاهي يوخر ذكر واقش اللي تعود فيهم ذيك المواصفات، ولاهي يبدوا لاهي يطرحوا خريطة رجعوها لهي الناس اللي كانت مدعوة، وتوسع الدعوة لعات يلا توسع ليش من الناس أخرى، ويقعدوا عود عندهم شيء اللي يناقش واضح لهم، يبدوا فيه ساعة هو في العطاء وفي الآخر وفي غير، هذا هو اللي قد يعود شيء قد يوفق، إذا في الآخر عود حوار قوقائي لا تقدم تقول نحن نناقش وما يبقى شيء ما نناقش، هذا ما هو شيء لا يوفق. طب أنتم في حزب نداء الوطن ما هي القضايا الكبرى التي تعتقدون أنها يجب أن تطرح وملحة؟ نحن في نداء الوطن أهم قضية عندنا وهذا دائما نقوله هي قضية الوحدة الوطنية، قال الوحدة الوطنية اللي تعود مراعي فيها استمرار البلد، تعود ما فيها مجاملات، وتعود ما فيها سياسة قاع، لأنه هو اللي نعود مع خارج بلد عند بنية قوية، بنية اجتماعية قوية، بنية سياسية قوية، وعودوا أهلوا الدولة مطلب عندهم سياسة قاع ولا الاقتصاد ما هو مهم به ولا يعود في اللا دولة، نحن مبنية جيولوجية الحزب على ما هو المطلب اللي عند المواطن لشكل الدولة الموريتانية، هذا السؤال ما حد ما هو جاوب عليه كامل قاعد يتم لا ناقص، احنا عندنا سؤال ينقال له من نحن
وإلى أين نسير؟ هذا السؤال نحن بالنسبة لنا عنه هو أهم شيء. يلا قاعد يخرج عليه الحوار، ياك تنعرف الدول المطلوبة عند المواطن شنو، والدول المطلوبة عند الأطراف كاملة شنو، وش طالبة الأطراف من الدولة. هذا هو السؤال الأول. بهذا السؤال ما قد انطرح في تأسيس موريتانيا، بهذه موريتانيا جاية من لا شيء بالنسبة للدولة، ما قد خلق نظام دولي لا تم إنشاء الدولة مرة واحدة بدون تراكم. كان هناك مجتمع في هذه الصحراء الكبرى له نظمه وله عاداته وتقاليده، وكان مجتمع جبار بهذه صمد هنا 13 قرن و 14 قرن بطريقة فريدة عنده. قالها ما هي الدولة؟ تم إنشاء الدولة، هاي الدولة ما قد نطرح فيها السؤال. الناس طالبة من الدولة والدولة إن شاء الله تعود. هذا السؤال ما حد منا إحنا ولا نسير ما يجاوب عليه. ما حد قال الله يخرج الجمهور الأخرى. غير هذا جم، ما هو موضوع الجلسة؟ ذاك اللي خارج فات خدي، والمطالب اللي فات انطرحت وكل حد فات عنده رؤية ولا بده يعامل معيك الرؤية. يا الله يخرصين الطريقة قد ينجبر بها هذا إلين قد يفهم على طريقة اللي قد تؤسس بها دولة حقيقية، والله ينجبر بها هذا الخاسر من الدولة. ياك قد مدت تمشي قدام. غير سؤالنا نحن ما يقدر هذا موضوع الحوار بهم. ما ناس ما هي مؤمنة، ناس مكابرة عن تقبل إنه هو السؤال الضروري المريح فترة. الناس مكابرة عنه قال كذي قد يقول لك الدولة والدولة وكذا. غير دور مازال يعرفوا عن هذا السؤال بعد 60 سنة من الاستقلال. كم سنة مازلنا ما طرحنا السؤال؟ نعم. من نحن نعم يعني. نعم. من نحن ترجم الدولة الموريتانية يعني تشوف هاي التجاذبات اللي خارجة، أي تفهم عنها عادة هاي الأطراف كل السياسة، الاختلافات السياسية في الدولة عادة تتأثر على وجود الدولة. باش الناس أي دولة فيها خلافات سياسية وكل شيء يقال الله تعود فهم روايات موافقة عليها، ما تلحقهم حد، ما تلحقهم السياسة. هذا ما هو الحالة موريتانيا. موريتانيا هناك دائما نتخالف أنا وأنت حتى الأمور اللي يلا نعود مجابرين عليها وتعود مسلمات ما يقدر تيجي عليه. يعود واحد مثلا تسمع واحدين يطالبوا بالانفصال، تسمع واحدين يطالبوا بشيء ما هي صح، فرض الوقت، فرض واحد ما فهمت. هو يلا فهم مسلمات مهما تخالفنا يلا نعود متوافقين عليها. أي دولة في العالم عندها شيء موافقة عليه الناس مهما تخالفت ما تقدر تخرج من ذاك العقد. يبدو أنه من ضمن هذا الخلاف موضوع الهوية واللغات اللي حسب ما تسرب أنها حصل فيها نقاش ساخن، وحتى عرض البعض بعض وجهات النظر اللي وصفت بأنها متطرفة. شوف أنا بالنسبة لي هذا الموضوع ما نشاك عنه، قاع موضوع يلا تري يناقش حتى إذا قال حد في شيء ما يلا وجاوب. اللي هو شو؟ اللي هو موضوع اللغة والهوية. شوف هو أي بلد في العالم، أي بلد في العالم عنده لغة، وأي بلد في العالم عنده هوية جامعة، ولو فرمهم ذيك الهوية. فدائما القاعدة أن تكون الهوية هوية الأغلبية واللغة لغة الأغلبية. يعني ما هو معناها بالإقصاء؟ مع حفظ حقوق الأقلية. مع حفظ طبيعي. هي الأغلبية، لا يمكن أن تتلاعب في الدولة، لأن الأغلبية أكثر مصالح من الأقلية في الدولة. ممكن تتسلط. لا تتسلط. شوف الأغلبية لا تتسلط، لا تتسلط إلا إذا كانت ناس مجانين. نحن شاكين عنا ما أننا مجانين. الأغلبية لا تتسلط، والأغلبية ما تبغي فساد الدولة به اللي هي المتضرر الأول. غير مولي فهم قواعد ما تقدر تعود الأقلية لأي تفرض. الأقلية تقدر تطالب تنازلات من الأغلبية عن مسلمات وتصح راهي في ظروف معينة وفي شيء. يقال لأن نعود في ظرف أمان. يقال لين تعود هامك تنتزع مني، تنتزع مني مطالب على حساب هويتي، وأنا الأغلبية هذا الشيء يولد منه، يولد تولد منه الاحتكاك، وهو اللي خلقه موريتانيا. شتية موريتانيا الإشكالية الكبيرة فيها عن الخلاف مفتعل بين هو ما يقدر يعود حقيقي به. أنت يا إخواننا مواطنين الزنوج اللي معانا لو كانوا يدافعوا عن وقهم يعود هذا خلاف مقبول، وتقد تخرج فيه تنازلات. يقال أنت لين تعود أنت أقلية ووطن معايا وأنا ماني مستجلب لك لغة، أنا عندي هوية وعندي لغة ماني مستجلب عندي وأنا أغلبية. أنت يلا لين تعود مالك لين تندمج معايا في هذا من أجل نعدل وطن مستجن. يلا تعود بعد ذل الدور توخذ من التنازلات، قابلوا لغتك أنت وهويتك أنت. كي يعودوا ناس يطالبوا إدماج الهوية الإفريقية مثلا، إدماج اللغة الإفريقية، هذا ما تقدر تنزعج منه، لأنه حق المواطن
معاك في بلد اخوك ما تقدر تنسعج منه. خلينا نعود هالمواطن اللي معاك لجميع الصراع اللي عدل وجميع النقاش اللي عدل وجميع اللي عدل من اجل لوقا خرقع. شنو هو الاحساس اللي عود عندك؟ هو ياك مدى تعود في مواطنه واحده يلا عود كلها حافظ على الشعور الاخر. انت لين تقيس الهند تجي مدى تبعد تعبد البقر ما يتوازي تجي تذبح قدامهم بقره بيدي هما تلعت انت البقره مكتبه هما يقدسوا هاي البقره. الشعور يحترم. ايش قال حد مواطن كيفته؟ نحن مع ترسيم الدواخ الوطنيه وعدد قاع في الدستور مع تعليم هاي اللي نعودوا عندنا هاي الامكانيات مع اي شيء يعني هذا المواطن اللي معانا حتى لو كان على حسابنا مستعدين جميع انواع التنازلات حتى بعنا مستعدين وكان دورنا نتنازلوا عن هويتنا لهويتهم ياك نعدلوا دول هاي جدلا قد عدوا مستعدين يا اخي ما انا مستعدين انا عدنا نتنازلوا عن هويتنا لهويه دوله الاستعمار بدعم من مواطنينا اخوتنا اللي ساكنين معانا. هاي يولد عدم الارتياح بين السكان وبين الناس ولا يخدم الدوله. دونك مد عاقله ما هي الله تعود توحل فيه معناها عنه قضية أنا ماني شاك عنها نقاشها قاع يلا عود ينطرح قاع إطلاقا الهوية هي هوية الأغلبية في أي بلد واللغة هي لغة الأغلبية في أي بلد. هذا الشيء معروف دراسة الصن لواق وقرايتهم هذا لواق باش قرايتهم هذا مفيد مهم يا غير مولي. الخطأ قاع ما هو خطأ ناس اللي طالب بالهوية ولا الخطأ الخطأ خطأ الدولة الموريتانية. الدولة الموريتانية المادة ستة تقول عن اللغة الرسمية العربية. اللغة الرسمية العربية ما تعني التعليم والتعليمية الناس غالطة. التعليم ما هو المهم للتعريب من قلت يقرأ حد اللي يبقي الإدارة تعرب حد لا يتعامل في الدولة ليعود يعرف اللغة. لذلك هو رواية قرار ما ينفع فيها الحوار ولا ينفع فيها الكلام اللي تقول الناس. هذه الناس لا تقضي لا 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 تصب نار على زيت على النار زيت على النار به اللي هو هذا قرار قاعد تقبل الدولة قرار قانوني مولي لتطبيق الدستور الإدارة تعود عربية وتو يلا تعود تقارير بالعربية مناقصات بالعربية رخصة سياقة بالعربية الأمور بالعربية لوحات بالعربية لين يخلق. لكن في العالم في العالم هذا كله بلغتين عادي آخر شو بالإنجليزية والعربية مثلا شو وبالإنجليزية والفرنسية والعربية زاك شو اسمع يعني ماذا الحساسية شو ما فهم حساسية احنا قابلين عن التم مثلا تكتب على لوحة العربية وكلام فولار العادي ما في مشكلة. هذا احنا ما عندنا من التحسس كلام فولار ما نكتب انا بعد ما انا كتبته انا بعد ما شيء عندي ينكتب انا لا نقول لك فم انا نختارك تفهم لب العين عليه ما نحلو في شكله. شفت هي فيه دول كيف المانيا تتعلم قاعدة ثلاثة رواق واربعة لحس نظام تعليمي متقدم لغة ما ضد احد. غير هي الاشكالية هون في ترسيم اللغة العربية الدستور يلا يطبق الإدارة يلا تعود تتعامل بالعربية يعني تتعامل بها دي الخصومة تسمع عند الناس على القراية ما تلا تنشبع حد يبقى يمشي تم يقرأ لا الفرنسية قال إن يجي الإدارة لا يصطدم بواقع أخر يمشي يتعلم ثانيا اللغة قاعدة ما تطرح مشكلة. أنت اللي تقول سيد دولة في العالم ما تشتغل فيها لا تقرأ لغتها شهر الله شهرين تعود تعرف والناس تمشي من هون كلها بالعربية يجي الألمانية يقرأ بالألمانية يجي الروسية يقرأ بالروسية يجي الصين يقرأ بالصينية. هذا ما هو اللي مهم ما هو المهم لماذا ما نقول عن دور اللواق الوطنية تعود يلي نقرأ بها به اللي لا توجد لها مراجع عالمية ما يوجد لها والدول اللي كلها فيها 100 مليون صقام سكان ما فاتوا كتبوها ولا فاتوا رسمها وكلهم عندها لا لغة أجنبية. هاي نحن مستعدين للتعاون مع الدول الجوار الصقاع اللي كلها فيها أغلبية من هاي المكونات على تطوير هاي اللواق وعلى هذا مستعدين نحن مثلا احنا ما مسؤولين عن الاقارب مثلا ماشي عندنا الدول الموريتانيه تساهم في ان يخرج ياك عود لواقهم كاع نقدروا نشتغلوا بينهم ونقدروا نقراوا بينهم يا بدله لواق خوتنا اللي معانا ما يعودوا لا يرسمون لغه اجنبيه مضاعف برنامج التعليم فينا مضاعف القرايه مضاعف كل شيء به اللي فهمت هم اللي الاصل فيهم لا اللغه العربيه. وهذا هم اللي راه ولا لا تشك عنه هو زون الجمهور الثاني كامل يدوروا لها هاي نخبه فرانكفونيه هي الدوله الاخرين ما يعرفوا وينهم الفرنسيه قال يعرفوا لا العربيه كلهم يخدموا لكن في الحقيقه لكن في الحقيقه سيد الرئيس هناك امر جلي الناس حتى من العرب اللي هويتهم عربيه ومعتزين بها في الواقع يقولوا هذا الكلام ويمشوا اطفالهم شهور مدرسه بهم الاداره ويقروهم الفرنسيه بهم الاداره به اللي انت لا قريت ولاك العربيه وجمع قد يشتغل هو الغلط معدلته الدوله هو انت الاداره اللغه اللي تشتغل بها هي اللي تقري الناس لاولادها
هي اللي تقارن الناس لولدها غيرها مو معناها عنها إرادة عنها ودورها يقير الصراع هون في أخبار اللغة ما هو الصراع اللي فهم الناس به اليوم لو قررنا عنا لنعدل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية هاي الناس اللي تقوم تخاصم كام ما هم ليه يدور بيدوم يدوروا لا الفرنسية هذه أجندة أخرى هذه أجندة أخرى اللي نقول عنها نمحو العربية ما تنقر عنها ندير الإنجليزية الإسبانية ما تقبلها هاي الجماعات اللي تقول لك لا قال هاي جماعات فرانكفونية مجندة للدفاع عن هاي اللغة هاي اللغة أهلها ينشروها لهم ياسر من الزمن وفلسفة عندهم نشرها ودولة عظمى تنشر لغته وهم عندها نشر ثقافتهم نشر اقتصادهم نشر أي شيء آخر ودليلك لين تخلص الدول كاملة قد استعمرت فرنسا تجبر فيها إلا الاستعمار الثقافي بينما الإنجليز يستعمروك استعمار اقتصادي واستعمار ذي قليل الأمور الأخرى قاعدة مهمة عندهم وهذا الناس يشتغلوا لهذا المشروع والناس الأخرى ما هي قابل تتوبه اللي عنده هوية مكتوبة ومرئية ومسموعة لكن نظام التعليم الموريتاني اليوم نظام تقريبا شبه مزدوج شوف يعني مواد علمية باللغة هذا هو أهمية ومواد الأدبية باللغة العربية هذا هو هذا هو أهمية السؤال قلت لك بينه يلا ينطرح في لهذه الأسئلة ما فات طرحته هذا كامل يعدل بارتجال والمهم في هذا على الدستور يطبق وتفهم الناس كامل عن الدولة أغلبية سكانها عنهم هويتهم تريد تقول سكانها فر كاملين هويتهم عربية به اللي هاي الأطراف كاملة العربية مهمة عندها قاري بيها وزنوج فيهم المشايخ وفيهم العلماء وفيهم مفسرين القرآن وفيهم كل شيء لا بالعربية لغتهم ومسلمين لغتهم الأم هي العربية ومسلمين هم خاطئ لهجتهم لهجاتهم لغتهم الأم هي العربية ولغتهم التاريخية هي العربية اللي تخرص وثائقهم وعقودهم على مر التاريخ قد تنكتب لا بالعربية لكن المشكلة أنهم هما يعني لماذا يقولوا هذا الكلام؟ لأن الأغلبية أو النخبة ذات الثقافة العربية يعني تعصبت لا ما تعصبت وعزلتهم لكن قد يعود شو قد يعود أخذك ماني مكذبوا له غير الأسباب هم لماذا عدلوا هذا لأنه هو هذا ما هو الهدف والهدف هو المشاغبة السياسية لفرض وجود بعض الأمور غير هذا كامل انطرح ما هو في إطار الدولة الوطنية ذوك اللي طارحين اللغة العربية ويدافعوا عنها فيهم واحدين ما هم طارحين في إطار من أجل الدولة إطار عواطف وإطار أمور وذوك هم اللي دورها تنقص ودورها كذا ودورها يدافعوا عن اللغة الفرنسية ما هي ما هم طارحين في إطار السؤال اللي قلت لك عن الدولة مطروحة في إطار صراع بين مجموعات وعاد هذه يتأثر من المواطن البسيط وتأثر من الناس هذه ما هي مهتمة به الناس مهتمة عنها يلا تود عندها هوية يلا ترسم لغة الأكثرية تعود هي لغة الإدارة ويلا نتجاوزوا هذا به اللي هذا لا بد من حلقة تامة لكن لا تعتقد أن الدولة يعني تذكي هذا الخلاف أو لها علاقة ب ما نشاك ما عندها الحل عنها ما فات توصلت الحل به اللي هذا كان مبني على المجاملات وهو الحل ما يقدر نجبر ما فتنا طرحنا المجاملات على زر وقلنا نحن منهم ونحن شامنا من الدولة الدولة شنو دورها منها بعد كام هي الدولة مديورة ليه نطرحوا احنا سؤالنا شنو الدولة ندورها ليه ان شاء الله تعدل لنا ان شاء الله تواسينا ان شاء الله يتطور فينا ان شاء الله نغيره ان شاء الله نعدله السؤال هو رياضة ينطرح هو السؤال الكبير هو رياضة تطرح النخبة هو رياضة تطرح الناس هو رياضة تطرح المواطن ما يتم الخلافات السياسية هي اللي يتناوع عليها الأمور ويتأثر من المواطن هذا واللي يعود خطر يهدد مستقبل التحام هذا الشعب اللي التحم 13 قرن يعود اليوم يهزوه ناس ياك واحد يجبر أصوات والله ياك واحد يأثر على الشارع والله ياك واحد يعود كذا وعود هذا ما عنده إطار منظم ومولي ينظم وعود فهم خطوط حمراء خارج شي ما يقدر حقها يلا عودوا فهم أمور متوافقين احنا عليها كاملين هاي الأمور ما فاتت انطرحت وتوف ومحدها ما طرحت هاي الأمور كاملة لا يتمدى ناقصة لكن هناك خلل في شكل الحوار البعض يتساءل عن يعني تحت أي يافطة حضر كام لا هو رئيس حزب ولا هو مرشح سابق للرئاسيات شو لا كان عندي له تفسير ما هو أنا هو قطعا ما عنده حزب حزبه لا مقدم كتلة أحزاب كاملة كان يلا عيطل قطعا ما هو مرشح للرئاسيات غير خالقة مجموعة هي مولي السياسة لا بد فيها من الاجتهاد ولا بد فيها من اللي موجود خالقة مجموعة ترشحت للرئاسة المرة الفائتة كامل تحالف ترشح للرئاسة وقدم كان دعم مرشح واحد ينقال له كان نعم هاي المجموعة افتصلت ورموزها كانوا هما كان وتم وهو الهدف من الحوار هو الإجماع الوطني
وهو جبر بعض الأمور اللي كانت خاسرة وبعض القضايا الوطنية اللي كان رقم فيها رقم فيه وكان مترشح على رئاسيات البيت ورقم في هذا الاتجاه له وهم تخالفوا يعني تعيط لهذا ليعود الحوار مع الإجماع ولا يعود اللي واحد فيه لابد له لا اجتهاد مني أنا ظاهر لي أنا وعجز طول الأطراف الاثنين واحد مرشح للرئاسة والآخر عجز طول وتو وهذا اجتهادي بده يعود من الناس اللي قام اللي متباركة مع الحوار قال ماني شاك عنهم عجزين له كحزب ولا هذا قال شاك عن هاي الكلام وهذا اجتهاد في رأيك موفق أنا شاك عنهم موفق بيلي واللي ما تعيط له تعود قصيت الجماعة اللي جاي باسمها المرشح قصيت نصها لان يعني هي كانت تحالف نصهم شيء لها ونصهم شيء لها يعني هي محاوله من الدوله لاسترضاع الجميع لا ما هو استرضاع شو هو قاع ما في استرضاع ولا في استقدار هو هذا كان الهدف منه الدوله هو اللي يتحاور الاطراف السياسيه اللي يتحاور الاطراف السياسيه والدوله يا الله تعود ما تلود لي اياك تجيب المشاكل ولا تجيب والله الدوله تلود الاجماع الاجماع مهم والعلا بده من النفطه غير مهم هو اللي يخلق حوار سياسي هذا الراجل طرف فيه طرف مهم طرف مهم في اللي ينطرح دونك يلا 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 يعيط له وعيط له انا ماني شاك عن العياط لو كان ماني شاك عنه كان كنت شاك عنه الاجتهاد صعيب انا شاك وراني بعد انا شاك عنه معيط له اللي اعلم اذا هو الله عربي مع اني ما نقرا قد يعدوا معتبرين وقاع حزبه مشرع طب بعيد عن الهويه يعني موريتانيا مشاكلها مشكله الهويه بالنسبه لها تعتبر من اقل المشاكل حده واخفها هناك مشاكل اقتصادية هذا ما أنا متوافقين فيه أنا شاك عن الهوية أهم من الوكيل وأهم من الشراب وأهم من كل شيء بيدي مدة ما عنده هوية ما تقدر قاعد توصل نحن إذا عدنا ما فتنا عندنا هوية وإنه 60 سنة معناها عندنا قاعد ليش قاعد عنده دولة هو اللي بين اللي 60 سنة نحن أكلين تخرص نسيش 60 سنة من الدولة ما تراها ما له بيد الدولة ما هي بنيجي على شيء قد يجادل قد يقول قائل مثلا ان هذا سبب مو هوية سبب الفساد مثلا لا 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 شو كاملون دائما قدث شتير وكانت الدوله بتنات بناء صحيح هذا كامل دخل ما قد يخل تريد تخرص اليوم احنا لا انتقلنا من الباديه ها شو الباديه يقارب بنينا في الباديه الديار نحن ومقومات المدنيه ما هي عندنا ما عندنا الصرف الصحي ولا عندنا ما السلوك فوق مدنيه ما احنا مدينه ما هي عندنا نحن لا بنينا الديار تو فهم لا مشينا من الخيام وبنينا الديار انا مو تحت قاعده ولا تحت شيء هذا من 60 راه ورق عليه ما فهم اللي هو اللي لا 60 كان عنده صف صحي ندور شويه ما حد لله كارتي قال لنا بدا يتوسع توسع تشور خرص تشور موريتانيا اخرات كامله هذا ما قطع عدل فيه ولا قطع اي شيء الفساد ما انا شوف الفساد في قال حتى ما قبل الفساد سبق ادخالك شقاع هون يفسد هذا المواطن الموريتاني عقليته ها عنه هو عدد اللي يختار وعنه عدل اجتهاده والدولة هاي الأرض شاسعة وسكانها قليلين هاي من الروايات اللي نحن ما هي في صالحنا راهي فهم واللي دخل كامل عدل ارتجاليته معناها عن هذا لا بد يرجع له تقعد مدة تشد الأخبار وتطرح الأسئلة الكبرى وتفهم شنو فائدة الدولة بعد قاعد وش الدور من الدولة وش لا يتقدم هي للدولة وش لا يتقدم للدولة السؤال ما عاد مطرح وطرحته مدة بتجرد الدور الدولة ما لا يقع لا يتمدى لا كل خمس عمان ست عمان يخلي لك نفس الشيء واذا رجعوا تتحاوروا مره اخرى وتمدى لا ماشي هذا الشيء احنا بعد هذا هناك مثلا من يقول ان يعني هذه الامور المطروحه واللي عليها نقاش حاد وساخن عنها علاجها بسيط لا تحتاج لا تشاور ولا حوار ولا تغييرات كبيره فقط استرضاء الناس اللي رافعتها والناس اللي تختبئ وراها وتقديم لهم بعض الفتات البسيط تنتهي العبوديه وتنتهي الهويه وينتهي ظلم الزنود وينتهي كل شيء لا 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 شوف ما له يعد بالحاله ولعاد كان خالق ما هو اللي خالق ظهر شو هاي الحوار ظهر عنده خصوصيه الشيء موريتاني اللي قد خلق فيها من الحوارات اللي قبالي قد ينقال له حوارات هاي اللي خلق 2006 التشاور اللي خلق عاقب نقيله بعد ولد وخلق السبب عن هناك لجنة انتقالية حكم انتقالي ماشي وهو انقلاب في ذوب ديمقراطية وعدلوا الأيام التشاورية واستفاد من هالبلد بيدي ترى أنا حسنت وضع المرأة في السياسة وعدلت السني وعدل النسبية وعدل قدر من الإصلاحات السياسية اللي مهم وعادوا السياسيين لاعبين دور خارج عن جهاز الدولة
واستفدنا منه. غير النظام العدلي كان في ازمه به اللي يبقى يعدل شيء يشرع به حكمه بنقلبات ما هي مقبوله وهو عنده ازمه ياك يعدل خرج بها بذاك الحوار. خرج عليه الجماعه وخرج الحوار. فهمت؟ 2009 انقلاب على نظام ديمقراطي والغرب داعم للانقلاب وهذا حرج كبير في الديمقراطيه العالميه. لان الغرب هو المدافع عن الديمقراطيه ونظر له كامل وعده يقرا رئيس منتخب يقول له القي خطاب يقول لك ماشي ونجيب واحد معدل انقلاب ويديروا في بالو. هذا فهم عليه كروايه التي تدرس في الجامعات في العلوم السياسيه انه انقلاب البرلمان باقي والدول الديمقراطيه هي اللي تقنع الرئيس المنتخب انه يستقل. ما لك فهمته؟ هذا النظام كانت عنده ازمه ولا بد يطفي اخلاقيه على الله عدل والنخبه السياسيه نصها ضده كان معدل حوار هو محتاج رقبته فيها حبيب محتاج الحوار وعد الحوار. 2016 خلق حوار به اللي مودي كان هناك نظام اللي عدل تغييرات دستوريه ها ويحتاج لها اجماع. عد الحوار به اللي هو عنده مشكله فهمتنا لا فهمت. لكن الحوار كان جاجة. عباره عن يعني ويستعمل والله ما قلت لك عنه جاب نتيجه انا قلت لك عن جاب نتيجه لا حوار 2005 لا خلاص لا اخذت لك نظام ما قلت لك انه جابوا نتيجه. غير معدلهم النظام اللي عنده مشكلة. اليوم النظام الحالي ها ما عنده مشكلة ولا توجد بوادر أزمة به الناس اللي معاه والله اللي شاد سياسي يضربوا بحوار جاية أعطوهم حوار لا نقول لك لا خلوهم يتسلموا لا تعجل لا تعجل غير هذه يا تفهم عنه مهم مهم للحوار بك اللي النظام ما عنده أزمة محتاج بها حوار. السياسيين طبقة سياسية دور حوار على 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 فلسفتك انت قال طهم حوار قال طب يعني هذا مفيد هذا مهم قال بما ان حوار معدلته طبقه سياسيه والنظام ما عنده ازمه وتعهد رئيس الجمهوريه قال انا لين يتوافقوا اهل السياسه على شيء لين حقوا لين نفذوا هذا شيء مفيد لا قبل يستفاد منه للسياسه يا خير خارج شيء فيه الله يفهمه عن بما ان النظام ما عنده ازمه لكن انت تقول بين محاصصات ما هو خارج بيد ما هو منفذ لك شيء مصالحك انت انا ما عندي ازمه نكريك ولا عندي ازمه نتنازل لك انا منتخب وما عندي مشكله ومنتخب من الشعب والامور قائمه وموالاتي مستجمه والمعارضه نصها انا وهو متفاهمين متوافقين عود معارضه محترمه وانا نظام محترم ونجابر معاهم ونشد اخبار موريتانيا يا غير انا نبقى نستفيد من هاي النخبه السياسيه الى عاد عنده شيء مقدمته لموريتانيا اللي هنفذوا لها الى عاد عنده شيء مقدمته الروس انا ما ينفذوا لي ما عندي ازمه ما هو كل حوار الاخرين عند نظام عنده ازمه يعني تقول انت انك مالك مشارك يقدوا يقول لك ندروك وزير ياك تقبل تشارك اللي هما عندهم ازمه فهمت ولا فهمت؟ قوه النظام اليوم انه ما عنده ازمه هذا الحوار تقدر تستفاد منه لا موريتانيا هذا رواية يلا يفهموا السياسيين عن هذا الحوار خاص تقدر تستفاد منه لا موريتانيا لكن الان طرح فيه لا امور المواطن لكن امور الدوله المصالح العامه الامور ما يقدر نطرح فيه نحن هؤلاء راو كذاش وانتم اللي تراو كذا قدمنا به للرئيس ما هو يعدل لكن مقابل هذه النظريه هناك نظريه اخرى شنو؟ نقول تبارك الله هاي النظريه تقول ان حتى قبل الحوار سبب هذا الهدوء وهذه السكينه وهذه الطروحات المعقوله والابتعاد عن التجريح والابتعاد عن اللغه اللي كانت مستخدمه ماضيه قديما من بعض الاحزاب وبعض رؤساء الاحزاب وبعض المرشحين الرئاسيين السابقين عن هذا الهدوء سببه مدفوع. هذا انا ماني متوافق معك شو انا اعرف ان احنا ومن اقرب الناس لنظام ودعمنا وانا ما بغيت ندفع عنه شيء ولاننا من متاكد من الدفع هو ما عندي متاكد هذا من الدفع ما لكم شيء حديش لا انا شيء حديش لا لا اللي اعطيني راني اعطيه لك توخر انت صح افهم هذا ايش من الرد شفت انا شاك قصه عن هذا النمط من الحكم ما فات تعودت عليه الناس لان الواقع ما تغير هم كانوا يقولوا الكلام لا كان نفس الواقع الحالي تغير الواقع ما تغير تغير شو تغير؟ تغيرت في نقطة مهمة شنو؟ شو كان يوجد رئيس لا استقبلهم الرئيس لا تكيس وتكلم معهم لا شو كان يوجد رئيس حدي حدي هم يقولوا الكلام هو يقول لهم الكلام هم يوجهوا الامور هو يوجه لهم الامور وحكومته توجه لهم الامور ترى عن السنوات الفايتة انك تسمع ينقال المعارضة شوي من كذاش ومعارضة شوي من كذا ينقال الكلام يقولوا رأس النظام يقولوا الوزارة ولين يجي للبرلمان تعجب المعارضه قال الكلام الخاص من قال الرموزه وبالمقابل موليه المعارضه يقولوا الكلام للرئيس ويقولوا لحكومته ويقولوا الكلام مكشوحه بينهم حشيش الكلام الخاسر حديه مقابل حديه جاء رئيس عنده نمط اخر اخلاق
طبيعي الدولة عاطلة لصلاحياتها، حكومته تحترم المعارضة في البرلمان الانجي ووزراءه يستقبلونه، وعاد هناك شكل من التعامل مع المعارضة، عادت المعارضة معارضة وطنية بينما هي كانت معارضات شخصية. المعارضة ملي هذه الرسالة فهموها، والمعارضة ما كانوا يقعدوا حدية، ناس محترمين وناس نخبة، إلين جبروا جهاز يتعامل معهم إنهم معارضة وعاطهم الحق في المعارضة، ورئيس يلقاهم حكومة تستقبلهم وهم معارضهم في دولتهم، ها هم تعاملوا معك من عمد احترام ملي والطابق. عادت الناس تقول إنهم مع الرئيس، هم ما فيهم حد مع الرئيس ولا هم معاه، بعيدة من ذلك. تخيلك عن محمد مولود دارك عنه مع الرئيس، عن أحمد دادة عنه مع الرئيس، عن مسعود مع الرئيس، لكن هو اسمح لي ما هم معاه يقير، هو كرد لهم الطريق اللي ياما يكرد الرئيس للمعارضة، قاموا هم كردوا الطريق ده وتكرد المعارضة للرئيس، وعاد هناك جو من الاحترام وجو من الهدوء وجو من الأمور نظرا لطبيعة الشخص. طبيعة الشخص أهم شيء جابوا القزوان الموريتاني، أهم شيء أهم شيء جابوا له هو إضفاء ذاك الملبس الأخلاقي على رئاسة الجمهورية وعلى جهاز الدولة، هو أهم شيء. قال هذا الناس عزدانة أنا عن لكن هذا يطرح سؤال، هذا يطرح سؤال يمكن أسمع إجابتك عليه. والله يعني هم مدركانهم معارضين أخلاق الرئيس وأدبه وطريقة تصرفه، والله معارضين الواقع المزري، ما تغير. لا مازالوا لا يقولوا ذا كامل ينتقدوا لضعف، ماذا يقولوا؟ يقولوا بعض، شو يقولوا؟ قال عاد يقولوا بصفة محترمة، شو هو هذا؟ شو محترمة شو الناس؟ قولها لك، شوف أنا كنت انتقد النظام، إن نقول لك عن الصحة مثلا خاسرة، والله عن التعليم خاسر، قد نجي نقول لك عن التعليم خاسر، عن الصحة خاسر، عن الناس عطاش، وعن كذا وكذا وكذا. قال هذا اللي نقول لك بصفة محترمة، ماني موجه لواحد نقول لك ياك الوزير سراق والرئيس ابن داء وحول شي من فضل ودار كذا بدون عود عندي. هذا كلام ما هو مطابق لا فهم. انتقاد مفتوح، شيء موجود عليه دليل ينتشر وينجاب، انت عندك تصويب للدولة، الرئيس مولي نعت لهم شوخة عنه، ما هو حاكم البلد وحده، شي في مصلحة البلد تجيبوا له المعارضة ولا تجيبوا له مولات سيانة عنده، لا يطبقوا. هذا هو المعدل في الحوار اليوم قد يطبقوا فيه المقترحات اللي تجيب المعارضة به، لهذا الحوار ما له يطبق فيه ما هو شي في مصلحة موريتانيا به، النظام ليس في أزمة، لا يرق لحد عن الرئيس اللي يتبنى الحوار اللي تنطرح في قضايا شخصية نهائيا، وهذا أنا لا محل له به اللي فارس الواقع، لأن ما دام النظام ليس في أزمة لا يمكن أن يتبنى أمور شخصية. ليش؟ هذا لا قاع العقل البسيط يدركه. لذلك الانتقاد مازال خالد وضاعت الشؤون البرلمان والله فيه لا نقد قليل فيه، ما تقول فيه الأعضاء اثنين أعضاء البرلمان ينتقد، لا شو ولا أو ثلاثة توما فهم عن لا ينتقد هم لا ثلاثة وارتفاع المعارضة عندهم الديبيتات اللا محسوب لا يقير فهمني ياسر منهم الانتقاد كان عدل ما هو صحيح قاع حدي كان به اللي مهيون به اللي يهان وبه اللي قال كلام خاص وبه اللي يجي الوزارة ما يستقبل به اللي ما يحس انه في دولته، انت كنت تنتقد معارض ما تتحس انك بلده. اليوم المعارض عادي ينتقد لا شيء راعي فيه، شيء مكرود بدين، شيء مهم قد يفيد الناس، النقد اللي يجيب نتيجه، ما هو النقد من اجل النقد، وين قال انا اختار خالد الحرب من اجل الحرب، هي الحرب المفيده هي الحرب اللي من اجل السلام، حتى ايش المعارضه المفيده هي المعارضه اللي من اجل التغيير، من اجل تغيير وضع المواطن، من اجل التغيير، من اجل اصلاحات سياسيه. هذه وين؟ من اجل هاي موجوده، هاي موجوده المعارضه لا مازالت خالقه، هاي هو اللي قلطه في الناس، وحتى الاغلبيه كذلك اسوء حتى لا شوف الاغلبيه لا الشيء الاغلبيه ترى عن دورها، ما هو النقد، الاغلبيه دورها التوجيه وجهت من وجهه. انا شو انا ما نحكي انا ما ناطق باسم الاغلبيه، انا بدي نقول لك عن وين تعرف عني ما قطيت قعدت معكم وبرنامج ولا شيء وتسولوني عن ما قلت لكم فيها رأي اللي واضح لي يسوع عود ما هو زين عند الدولة ويسوع لي عود ما هو زين عند الأغلبية، هي عود واضح لك غير ما يرى تفهم عند الأغلبية، أغلبية رئاسية تعدل السياسة ما تعدل لآخر وعندها نظام ويعدل أخطاء، ها اللي قد يستر عليه الله تستر عليه هذا دورها، يقال اللي ما قد يستر عليه ما الله تستر عليه واطفقها أبدا، ما تقدر تستر عنك انت وتعرف عن هناك ملف سرقة كبير ويكون واضح تجيب لي دليل تندافع لك عن النظام، لا يا غير مودي لين يعود النظام عنده نواقص، ها يقول عمل بشري ناقص، انا علي جل استر عليك النواقص ولين يعود عدل شيء صالح، علي جل لا تلميع ذاك العدل مش صالح، وقال انا هو دوري سياسي انا ما دوري عن انت قاعد ندور لاخطاء النظام، لا انا واحد من النظام انا جزء من النظام
دونك لما هو دوري هذا دور المعارضة قرر مالي يلا أدب احترام ويلا أدب حقيقي. هذا هو اللي قلت تخرج به الدولة دولة ما تخرج بالضيقة على فلان وفلان الضيقة وإذا شين فايدتهم المولتان واضح. لكن هناك من يقول مثلا أن النظام اليوم ضعيف ويحاول يحصن نفسه ببعض القوانين اللي عفى عليها الزمن من قبيل قانون الرموز وقداسة الرئيس والذات والكلام اللي كان قبل قام تقريبا. شوف انتم كأغلبية لماذا لم تؤثروا أو تقفوا ضد هذا يعني القانون اللي حتى يعدلكم ضحكة؟ شوف هذا لين وهو مولي يرضى أحد، هذا لين عدلك فيه تصحيح عدلك فيه تصحيح تفضل، ولين عدلك فيه تحليل ولين أعطيك فيه معلومة. طيب أمر واضح يا سلام ما شاء الله. شو أول شيء تصحيح تصحيح هو شفت هذه النظام ضعيف ولا الرئيس ضعيف دائما أطلقه واحدين. شفت هي الشعوب المتخلفة ما تفصل بين الاستقامة والضعف، الحلم والضعف. هو لما تفهم أن الحجاج قال عن الحلم والغضب والبخل والسخاء جميع المواصفات كاملة عنها ساعات، وعنه هو يلبس لكل ساعة ثوبها. هو الحاكم يلا عود يحلم وقت الحلم ويغضب وقت الغضب ويعطي وقت العطاء ويمنع وقت المنع ويش غير هذا كامل إلا بطريقة الحكم. لأن الحاكم لا هو إنسان عامي لا هو إنسان، الحاكم هو اللي من خلاله رمزية الدولة تجاهها أخلاقها كل شيء فيها. فهمت الرجال؟ الرئيس محترم القانون يحترم القانون، هذا الرئيس ضعيف أمام القانون. هذا حد يقول له ضعف هو ضعيف، حد يقول له القوة عن القوة لا، حد يرفع التلفون ويقول عدله، وحد يرفع التلفون ويقول حبسه، وحد يرفع التلفون ويقول طحنه. هذا هو قايل لك أنا عنه ضعيف بمور يعدل يقير، ضعيف أمام القوانين وقوي في السلطات اللي مانحوا القانون. وهذا الناس اللي ناس قبائل طابة ما زالت عليه وعشيخ مع الصباح وبطها كاملة، وواحد يقول اطفوا النار واطفوا الضوء. احنا مازلنا بعيد رانا لك، احنا مازلنا شعب بداية، مع ان طابين اخالك حد يجي يمارس الحكم بالقانون. وهو بايدن ضعيف قدام القانون، ماكرون ضعيف قدام القانون، اي رئيس في العالم دولة القانون ضعيف قدام القانون. انت القوة انت لعت رئيس هذا ما هو لك كامل تعدل فيه تبقي قال المولتان ان مطلوب الحكم ما فاتوا عاد يعرفوا. هو الشفت من ضعف قد تعطيني هذه القوانين، قد تعطيني الإشارة قانون الإشارة شو قانون الرموز. أنا فد قلت لك الرموز فد قلت لك موقعي منه أفاء عليه الزمن الرئيس حتى بدأت تصحيح. أسمع شو هذا، أنا سمعت وزير الإعلام يامس والله والنامس قال فيه شيء زين، قال عنه حماية الحريات من الحريات. أنا سمعت اللي قال زين عندي بس شو أنا ضد قانون الرموز. هذا تبرير. صبر أنا مبرر لك، لا تعجل عندي فكرة. شو انا ضد قانون الرموز يا اخوان، قاعد نتفاهم ضده مبني كليا، ولا نود التفسير ولا نود شيء ضده. فد قلت لكم ولا بنعود مع قانون الرموز، ولو كنت برلمان صوت ضد قانون الرموز. ليش دافع عنه؟ طيب ما ندافع عنه انا، لان لا ما في دافع عنه. خليني اوفي لك فكرتي اكثر، كان دافع عنه ومدافع عنه يا اخي مولي. انا اقول لك لا الحق، شفت انت عدد اسقاط على نوعيه مجتمعنا احنا. ها هي الحريه في العالم كامل تتوقف من تبدا حريه الناس، حريتك لا توقف. هذا نحن ما وعدنا، احنا عندنا شيء قال الحريه الوقائي. يقول لك واحد انت تطيع عنه تقول له الحريه، تخيل له عنه يعود قد يتم لا يعقب التليفون عنده ويكتب فيها عن محمد لامه عن عمل المخدرات، يكتب فيها عني انا عني كذا. كل حد الرقابه الاخلاقيه، هذا القانون يحارب جاية ما يحتاج قانون جديد. اسمع جاية يقير، شفت عاد لا بد يعدل شيء. انا ضد قانون الرموز يا قير مولي، ضد الحريه الوطاء، حرية الفوضى. مجتمع كيف تنا احنا خطيرة فيه، بين احنا هم عندنا المجتمع قاع من الدولة، تاك هم عندك سمعتك شو رهلة من سمعتك قاع في الدسرة هون. هذا مجتمع اللي كيفه هو الأمور تخرف. لكن هذه القضية عندها قانون يلا طبخه. أنا بقى ضد قانون نوع، لأن أقول لك أنا قانون نوع فد قلت لك هون إنه قاع ما يتماشى مع الرئيس. كيف تمثل إصرار ما يتماشى الأغلبية الثانية على الموضوع وطرحه امام البرلمان والمصادقه عليه؟ الاغلبيه طابع على شيء ما فاتت فهمت الاغلبيه، لكن كيف تكون انتم كاملين ما فاتت فهمت الاغلبيه طابع. لا يجي صادر شيء ما عند
الرئاسة ولا صادر شيء ما عند الحكومة عنه يلا حد يقوم يا ربع وتوه يعدل. هو قد يعود ما هو راي عندهم قاع هو حد يخطأ ويصي هو قد يجي قرارات ما عند الحكومة ويتخطأ ولين يبين ذي الخطأ ترجع عنه وإذا ما في مشكلة وهذا هو اللي تسموه أنتم الضعف. أنا لا قد ترجع عدة أمور عدة قرارات كلها عقبية ثمنه ما هو صعب ويرجع عنه وهذه هي مشكلة شعوب البدو والعرب. شفت روسيا سحبت من خارج الخنازير الستينات عندها القنبلة النووية عندها صواريخ العابرة للقارات قد ما تنسحب يقال مرحلة معينة عرفت عن داخل قد حرب نووية عن ما في صالحها سحبت بكرامتها سحبت حتى على الأولى تخذ كرامتها في الواحد والتحدي ما تم التسمع لين تخرص مرحوم صدام حسين العراق لأن أعطت له فرصة ينسحب من الكويت فاتخ رقالة ما لا يقبلها الكبر العربي أبدا. هذا هو اللي ضيع شعوبنا نحن وضيع رؤسنا عن واحد ما يتراجع عن الأخطاء هو الأمور تستنبط من التاريخ والرئيس ولا الحكومة اللي عندهم ما هو مقدس اللي يطرحوا شيء ويتخطى ويتراجع عنه ما ينقال له ضعف هذا ينقال له تصويب وينقال له تقويم حكم رقاش وينقال له رقاش يرجع. يعني أنت تقول تراجع عن قانون النوم أنا شفتهم تراجعوا عن المرة اللي فاتت شفتهم هكذا يرجعوا والمعلومة اللي كنت لا نعطي قطم قال لي يكسع عن تراجعهم عن المرة اللي فاتت عن التدخل من رئيس الجمهورية كان ضد قانون النوم. هذه أي معلومة أنا سمعتها من مصادر موثوقة هي المعلومة اللي كنت لا نعطي والتحليل ذاك والتصحيح ذاك ولكن قال عندي ساعة ورجع من البرنامج عن لين شرحة أخباره وكلم عن رئيس الدولة قال عن القانون عن ما قال عنه هو ما ورا مصر. هذا أنا سمعته وسمعته من مصدر موثوق واضح موثوق قد نأكدوا لك هذا الخبير قايل لي رقاش ثقة قال عنه قال عيطن وقال أنا ماني رمز الرموز تنقال لا للرموز الحرية حد يحميها ويلا تنزال ويلا تنزال الحرية قال مولي لودوا الطريقة توقفوا بها الفوضى وأعراض الناس ترى تفهم معنى أعراض الناس أهم من حرية الناس توافق معي علينا توافق معي لا الحقوق عندها قوانين تحميها الحقوق حقوق الناس أهم من حرية الناس حرية حق يا قال مولي أهم منها حقوق اللي ما حريتك تهم من حقي أنا صح لأن الحرية كمالية بينما الحق هو ضروري فهمت ولا ما فهمت معناها ماني شاك عنه هذه الطريقة أي لا الأمور توه لا بد التمت تمر وقالوا نوع مطروح قدام البرلمان يدور يتكلموا عنه وقدوا عدود ضده وقدوا ما يقبلوا له خلاص طب كيف تفسر ذلك غياب ابسط حديث عن الفساد الله اظهر الحمد لله الفساد مو خارج وتظهر عندك عنه مو خارج من درايه كان هو قانون محرم الكلام عن الفساد من درايه كان هو الناس هو الدوله ما تقطع عن تكري الناس كامل ولا تقطع تعطي الناس كامل اذا اعطيتنا تروح احد جبر لديه فرق ها ولا هذا اللي عين الشهور يخدم الآن تم هو مرات لين يأخذ ملف وينقال لك هذا فساد وينقال لك هذا كذا وقال فساد عاد مقاومة خارج اللي جاء وخارج محكمة الحاسبات وين هم؟ هذا هم اللي حدوا لا تحركوا يشتغلوا ولا حاسبوا حد يشتغلوا بعد حاسبوا الناس شو اشتغلوا وحاسبوا الناس ونقصوا حاسبوا الناس دول ما دائما تنقز الناس تقول ما فرعي تقول لك ليش نقصتوا شو الفساد بعد شو هو الفرق اللي قلت لك بي شو كانت خارج جاء محكمة الحسابات صفي به الدولة حساباتها مع الناس اللي شايف عليه شيء اليوم عاد خارجة ما حد سكمت الحسابات ولجأ الجيزة للدولة يحموا أموال الدولة أموال الدولة ما هي لفخامة الرئيس محمد القزوان أموال الدولة ما هي للحكومة أموال الدولة للدولة وتحميها لا لجأ هم حكمت الحسابات هم ما عليهم يحموهم ما عليهم يحموهم ولا طلبوا منهم يلا تفهم هاي الدولة يقير يخلوا هؤلاء الجيزة يمشوا شهر اللي بقاوا وقيسوا اللي بقاوا ووقت معين بقاوا ما تعودوا لا يمشوا شهر رقاد وكل حد يعلم انه قباضوا انه عدلوا وعدلوا الدولة أنا يعني للنصرة يا الله استرجع عني ممتلكاتها والله تحبسني والله لا استرجعت من ممتلكاتها تنقزني قال ما فرعية شهر بي هذا ما هو مطلوب من الدولة الدولة ما هي بوتيك لأسواقة دولة تحمي المواطنين هذا شي بيني أنا ومحكمة الحساب شهر بي سيد علي فهمني هذا كلام لأنه شهر بي حتى ما قبل الدولة شهر بي لا شهر بي لا يحكم قبالي شهر بي ويحاسب لا يتنحكم لا يتنحكم كافي من التشهير يقال أنا بان تجيني لا ما يحكم حد لا قال لا هنا عامل ما يحكم ما معنى لا شيء لا لا والفساد لا حنيني حكم والفساد خارج من المشاكل ما نحلو نحكم بعد والوضع الاقتصادي الناس نحكم بعد نحكم بعد هذا اللي نقول لك يعني أنا راني من كردة بعد الفساد ونجي المحكمة ها تحكم علي المحكمة هذا تشهير مقبول ولا بده يخرب يقال أنا لا ومشيت لي اليوم محكمة الحسابات ها يقوم كل حد شات محكمة الحسابات راحوا عاد سراق ومشيت الدولة ومشيت كذا ونعقب ونوقف ها ونقيس المحاكم ولا نحاكم هذا ما يتواسى هذا هو القطة خلي تقدر تنعت لي حد وحاكم
لمكافحة الفساد قد تصنع لمدة 10 عام قد نعت لي حد محاكم ما هو خالد ما قد حاكم وحاكم وحاكم واحد حاكم كذلك وسجن بدل سجن بدون محاكم وارتدت الموسيقى بدل وعينوا في وصائل الله يبقى ما هو حاكم لأن الفساد ما هو حاكم يا أخي ما هو حاكم شفت هو بنقول لك عن توجيه جلسة الدولة لأغراض شخصية أنت يلا نتحاكمك مع كتب الحسابات اللي جاءت وتذكر ذلك سرقة يلا تقيس الخطأ وترد الفضاء وتنح بس عدريك حكم خطأي ولا تيجي ترجع قاعد الوظيفة العمومية يا غير هاي الناس كاملة اللي قط راح تقعد فسدت ورد قلت له ما فسدتنا عارف ليش قال هي كامله مظلومه ترى ما له بيجي كلها نكرب من بلد بيروه وينقاس به الحبس ولا تنقاس به المحكمه وعقب ينطلص ما نحكم عليه بحكم ها هذا قال هذا هو اللي ما هو هذا ما هو نظام الدوله هذا نظام القافل الدوله لا لكن هذا ذو كبوك بعد على الاقل عدوا مرحله من مراحل مكافحه الفساد ما هي مكافحه انت مكافحه الفساد وقع لا توقيف ولا محاكمه لا لا شو ولا تعويض لا لا شو لا تقول غابه قال ذا النوع تعدلوا لي تانا اللي نقعد نفسر ومشيت لي محكمة الحسابات وقالت عني فسر يلا تمشيني القضاء يلا يحبسني القضاء ما تقبلني تقفر علي بيت وتخليني في عامين وثلاثة وانا ما جبتني قاعد المحكمة انت ما تجيبني المحكمة معناها انك خايف اذا جيت المحكمة يتبرعني المحكمة معناها انك انت تعسفت علي ونمتني هذا ما يعدل في الدول افهموا الامور لا بد لها بالشكل وخارج لا الغابة ولا الدولة واضح الدولة على أمور ما يعني اجتهادك الحديث اليوم عن تقرير البنك الدولي يعني ذكر بالأسماء وبالصفات بعض الأشخاص اللي هربوا حوالي 63 مليار أوقية من مساعدات الموريتاني للبنوك في الخارج ومعروفين وبعضهم يشغل وظائف وبعضهم ما زال يعني شوف أنا ما أعرف كان هم معروفين فاتوا عادوا بيدوا تقرير ما فات انتشارك بصيغة رسمية هذه المعلومات خلاص تقرير انتشر والمسؤول عنه استقالت استقالت الى انتشر اسمع اللي نقول له هو تقرير من 90 لين 2010 قالوا عنه محولة موريتان 182 مليون دولار عن حولوها نافذين وهذا لين يوخذ التقرير دور ياخذ اسبوع لين يوخذ هذا يلا يخرص ويلا ينعود في حد حول فضة موريتانيا يلا يعامل معاه تقرير محكمة الحسابات مو لا شوف انا 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 لا تفهم عني انا ماني جاي هون مثل الدوله ولا بعد انا قلت لك اللي ظاهر لي انا عنه يلا يخلي شاك كان عنه لين يؤخذ ينشبع عليك الناس يلا وعقد لها وعنها دور لا يعامل معها لين يؤخذ التقرير وخرص كان لقاه البنك الدولي حقه على روحه مولي وخرصوا اللي تدعي وخرصوا التحويلات اللي عدلوا مجبور يصير معدل تحويلات وبمدادات ضريبيه امنه وبمدادات برانشيمار وذي هذا مجبوره طريقه ما يعشر علي اللي مجبور ما في تكاليف ما في اسواق تدرس من فضله في كونت جاي من البلد الفلاني جاي من كذا هذا معروف يدور لا يعامل معاه شك كان عنه لين يوخى ولين يعود لا تقرير توه بيد حاله احنا هون لا يقول لك ذاك خالف الانترنت كان ذو فوق ذاك خالف البنك الدولي كان ذو فوق ذاك خالف كذا كان ذو فوق يعود هو ذا اللي قايل لا قبل منه راس وخد عقابه لين هون لين يشوفوا التقرير الدوله يلا يعني نعود التقرير فيه فساد وفي ناس قبل فضله موريتانيا فضله موريتانيا فاصله فيه يلا بعدين انا ترجع لها هذا انا الشغال واضح طب تفضل قلت لها نتكلم لك عن قضيه الهويه اللي كنا فيها وقضيه الفساد عن هذا اللي ظاهر لي انا على الحوار عن انهم يلا يعودوا من ضمن يلا يعودوا يلا ينطرحوا في الحوار الحوار اللي ينطرحوا فيه لا روايات وطنيه ما يلا ينطرح فيه روايات شخصيه لا القضايا الوطنيه الكبرى كيف العبوديه كيف الارض الانسانيه كيف الاقتصاد كيف التعليم كيف الامور اللي الامور اللي الامور اللي تو الامور اللي تهم المواطن الموريتاني واللي تهم مستقبل البلد واللي تهم طيب بالنسبه لموضوع الاسعار حتى الان الدوله لا زالت تتخبط فيه والمواطن يئن تحت صوت ارتفاع الاسعار يعني انت كيف تفسر هذا هل هو عجز هل هو انا شاك عن طلوع الاسعار خالد والمواطن ضرر منه وعن روايه عالميه مست العالم كامل وعن الدولة أنا عدلت فيها تداخلات يا غير المضيفات عدلت ما هو كافي يا غير بعد واضح عن نظام أنه متبارك مع الحلول شفتهم عدلوا شركة تموين هذه وشفتهم قالوا عن التجار شو مضربية في نقصوا الأسعار شفتهم فتحوا باتيك للبيع شو ما عدلوا هذا ما ولا يكفي طيب ما هو كافي يقول لك أنا بين المواطن الأسعار بتين عليه المواطن فقير يا غير بعد الدولة متباركة مع اللي قد يعدل شفت تقسم الفضلة وشفت تعدل قدر من الأمور وهذا هو المطلوب من الدولة عنها تعود متباركة تعدل الأمور
ما تعود يتراجع وتخلص عن برنامج الرئيس. برنامج الرئيس 80% منه اجتماعي، 80% من 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 برنامج الرئيس اجتماعي، ده المساعدات. لماذا غياب المشاريع الكبرى؟ شوف المشاريع الكبرى قابت في العالم كامل، هي سنتين فاتت تأثر بهم كل شيء في العالم، كل شيء تأثر. والمشاريع الكبرى لا بد تتأثر، بيدنا احنا عندنا أولويات ثرى في هاي السنتين. ما هي المشاريع الكبرى؟ يقير ترى عني ساعة زيارة الرئيس الإمارات، أنا خلق تمويل كبير، كانوا يخلقوا مشاريع كبرى تمولين جات هاي الأزمة. الشراي قاع ما تتقابل تجي تاكل عندك شركة أجنبي ما هو قابل يجي، ما يقدر يجي قاع رواية واضح. طب المخرج يشير إلى نهاية الوقت، إذا كان عندك كلمة أخيرة. أنا عندي يعني لا نختير الناس كاملة تعرف عن هذا التشاور عنه مهم، وطالب من الأحزاب والشخصيات الاعتبارية اللي مشاركة فيه عنها تطرح لا شيء يعني موريتاني، لا شيء يعني مواطن موريتاني، ما هو شيء يعني الأحزاب ولا هو شيء يعني أروقيش ولا هو شيء في مصالح شخصية. ينطرح قضية التعليم، تنطرح قضية الهوية، وينطرح قضية الاقتصاد وقضية التوزيع والاقتصاد وقضية الدولة شو تبي تعدل، وقضية شعود هموم المواطن هي هي اللي تنطرح وتنطرح هم اللي قضية ترسيخ دولة المواطنة، وذا اللي يقدون يتفقوا عليه. ما يتملك لحد عنده إشارة طريق كاردها ماشي فيه. لماذا ما يواكبوا مثلا يعني حوار أو اجتماعي أو ذاك؟ هو المفيد كان لا حوار اجتماعي، أنا شاك عن المفيد لا حوار اجتماعي، والمطلوب اللي يطرح فيه السؤال قلت رقبي وكان هو مهم، واللي قد يحل مشاكل لأن يعني مشاكل أخرى يحلوها قرارات من الدولة، لأن تعود فهم التهدئة وفهم نخبة سياسية ناضجة كامل ينفعوا فيه القرارات من الدولة واستشارات من الأطراف. يقير اللي قد يحل المشكلة حل كبير، لا حوار اجتماعي سياسي بين الناس في القضايا الوطنية الكبرى. واضح. طبعا مشاهدي الكرام بهذا الرأي ينتهي وقت برنامجنا. باسمكم أشكر ضيفي الأستاذ داود الأحمد عيشة رئيس حزب نداء الوطن، كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.